حصد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للفتيات ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في بطولة قطر الدولية للناشئين والشباب والفتيات التي شهدت مشاركة واسعة من منتخبات العالم. وسجل منتخب الفتيات حضورا بارزا في البطولة بنيله اربع ميداليات لتواصل الطاولة البحرينية مسيرتها الناجحة في حصد الانجازات الخارجية. وتمكنت اللاعبة كندا محمود اسماعيل من تحقيق الميدالية الذهبية في فئة تحت 11 سنة بعد فوزها على اللاعبة السورية لينا صقر 3-1 وحصدت اللاعبة امروت اميت الميدالية الذهبية في الزوج المشترك مع اللاعب التونسي وسيم اسيد بعد فوزهم على السورية هند زازا واليمني ابراهيم غبران 3-1 وحققت اللاعبة مريم العالي الميدالية الفضية في فئة تحت 19 سنة فيما جاءت اللاعبة كندا محمود إسماعيل ثانيًا أيضًا في فئة تحت 13 سنة لتحقيق الميدالية الفضية حيث خسرت في النهائي من الأوزبكية زانيكا